بانت لنا بشراه جاء الموعد وأطل نجم في السماء بنوره في مثل هذا اليوم جاء محمد إيوان كسرى ما له متصدع نار المجوس وما لها لا توقد ولد ابن عبد الله لم يأنس به وله على الدنيا يد ولد ابن عبد الله فهو اليتيم وله الحفاوة والعلا والمحفد بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود وفيهم أحمد أيها الإخوة الكرام ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء والوحي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع رواء بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء فالدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء أيها الإخوة الكرام عود كريم إلى ساحة القرآن الكريم في ليلة التكريم للوالد الكريم صاحب القلب الرحيم الحاج علي عزب عبد الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مجلس قرآن يكتظ بالأعلام والوجهاء السيد النائب وجيه بيك حسين أباظة والسادة النواب الحالين والمرشحين وفقهم الله أجمعين أيها الإخوة الكرام قارئنا الآن فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد السيد حميدة بيت الكرم والأدب والخلق والواجب والجودة عرفناه بأخلاقه المعهودة فليتلو علينا الآن من آيات الله البينات سائلين الله تعالى له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء
وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن ذلك الفضل من الله. وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Yeah.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلم كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل
ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولا كنتم في بروج مشيدة. قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. وإن فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصاب
والله يكتب ما
فأعرض عنهم وتوكل على الله. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا إلا ليطاع بإذن الله. اللهم في ذكراه ارزقنا طاعته والعمل بسنته ويوم القيامة شفاعته وفي الجنة رفقته يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة الكرماء، لقد استمعنا لما تيسر من تنزيل السماء ومن آيات سورة النساء. تلا علينا من أحكم الوقف والابتداء بصوت ندي جميل المخارج والهجاء، فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد السيد حميدة من الزناتي مركز منيا القمح بيت الكرم والادب والجودة. شكرا لفضيلته ولحضراتكم باسم السيد العمدة الحاج عبد الفتاح عزب عبد الله وباسم الحاج حافظ عزب عبد الله وباسم الحاج عبد العزيز عبد الفتاح عزب عبد الله وباسم نجل الراحل الكريم الاستاذ وليد علي عزب عبد الله وباسم كل الأسرة الكريمة اشكر الى كل من شرفنا بالعزاء، واشكر للجميع ايضا باسم علي بيك ماهر واخوته، شاكر بيك ماهر وعمر بيك ماهر والسيد اللواء محمد سليمان. الشكر موصول لكل من شرف بالعزاء ولاصحاب الفراشة الكبرى والانارة، الحاج احمد عطية ابو غنيمة بابو نجاح. والشكر ايضا ايها السادة للهندسة الاذاعية الكبرى الحاج محمد الخولي واولاده بالعوزدة الشرقية. اما مقدم الضيافة الفندقية وملوك البوفيهات بالجمهورية
محمد ابو المجد والسيد وجيه ابناء الزمرنية، مصورنا الليلة ومخرجنا الكبير، عمدة مصور الحفلات القرآنية ناصر صلاح والمصور صلاح ناصر. ايها الشهداء، شكر الله لكم جميعا، ندعوه ان لا يريكم مكروها ابدا، والى ان نلتقي عقب صلاة العشاء اترككم في رعاية الله وامنه، ولكم تحياتي من اسرة المذيعين مصطفى عبد الوهاب مقدم الحفلات القرآنية الكبرى بالجمهورية.